اللي هي المنظر ده. الكرو باستيبول بتبقى مطولة شوية سبير درشين، عندها كاليبو بلاست انتيريورلي، وخدت منها الفريق لاجندم على طول. يبقى الكرو باستيبول شكلها ايه؟ عندها كاليبو بلاست مكان انتيريورلي سيتويتد، وخدت منه على طول الفلاجندم من الانتيريور اند بتاع الكرو باستيبول. الحالة الثالثة هي الإيبي ماستيبوت. الإيبي ماستيبوت برضه سبيد درشين، الكاليتو بلاست بقى مش موجود انتيريورلي، ده موجود انتيريور تو ذا نيوكليس. والفلاجيلا لازم تخرج من الانتيريور اند. فالحتة دي من الفلاجيلا بتبقى ماسكة في الإيبي ماستيبوت بميمبرين، الممبرين ده بنسميه انجيوليتيك ممبرين اللي هو ده. يبقى تاني في حالة الإبي مسكوت الكاليتو بلاست مكانه انتيريور تو ذا نيوكليس، ولازم الفريق لاجندا يخرج من الانتيريور اند بتاع الإبي مسكوت. فعندي حتة فلاجندم كده، الحتة دي ماسكة في الإبي مسكوت بممبرين، الممبرين دي بسميها انجيوليتنج ممبرين. نقول كمان؟ نقول كمان احنا ولا ايه؟ حاضر. يعني حد الايبي ماستيبول شايفين ده كاليتو بلاستر، وادي الفريق فلاجيلا اهي. الحته دي بقى من الفلاجيلا من ساعه الاورجن بتاعها لغايه ما بتطلع من انتيريور اند بتبقى ماسكه في الايبي ماستيبول بميمبرين اسمها انجيوليتنج ميمبرين. خلاص. واخر منظر اللي هو التريبو ماستيبوت. التريبو ماستيبوت يفرق عن الايبي ماستيبوت ان الكاليتو بلاست موجود في البوستيريور اند، موجود بوستيريور، وبرده لازم الفاجيلا بيطلع من انتيريور اند، وبرده الحته دي ماسكه بانجيوليتنج ميمبرين. يعني ايه الفرق بين الايبي ماستيبوت والتريبو ماستيبوت؟ مكان الكاليتو بلاست، الكاليتو بلاست هنا anterior to the nucleus، والكاليتو بلاست هنا موجود في ال posterior end of the parasite. تاني عندنا كام فول؟ أربعة فول. أول فول ال amastigot اللي هي oval in shape، عندها كاليتو بلاست وعندها very very short flagella ما بتخرجش بره السلم دي. اللي بعديها رقم اثنين اللي هي البرو ماستيبوت. البرو ماستيبوت بتبقى سبلنتد شيب، الكاليتو بلاست موجود فين؟ انتيريور، وهو خارج الفلاجيل على طول على بره. بعد كده عندنا الابي ماستيبوت، الكاليتو بلاست موجود انتيريور تو ذا نيوكليس، ولازم برضه الفلاجيل بيطلع من انتيريور اند، ففي حته من الفلاجيل ماسكه في البارازايت ميمبرين اسمها انجيوليتنج ميمبرين. واخر حاجه اللي هي التيبو ماستيبوت، بتبقى كاليتو بلاست موجود في البوستيريور اند، والفلاجيلا خارج انتيريورلي وبرده ماسك بالانجيوليتنج ميمبرين. في حد اللي مش مانع الاول تو فورم بس ده ندرسه، هنلاقي في حد مش مانع الاقيها اوقات في الاي ماستيبوت فول واوقات في البرو ماستيبوت فول، وهنقول حاجه نسيت. في حد في الكروزوما هنلاقي المنظرين التانيين اللي هي التيبو ماستيبوت والايبي ماستيبوت. يعني النهارده هنتكلم عن الشكل، يبقى مش هشوف غير التو فورم الاولانيين فقط، الاي ماستيبوت فول والبرو ماستيبوت فول. مش عايزاها تتخطوا من السلايد دي، في شويه اسامي كده هنحطها مع بعض هنذاكرها، هناخد واحده واحده حتى انا مش هقولهم مع بعض عشان ما تتخطوش. متقسمه الليشمانيا تقسيمتين كبار، كيوتينيوس ليشمانيزيس اللي هي بتأفكت السكين، وفيسيرال ليشمانيزيس اللي بتأفكت الجسم. كل واحده فيهم سواء الكيوتينيوس او الفيسيرال بتتقسم لحاجتين، اولد وورد ونيو وورد. ما معنى اولد وورد؟ اولد وورد يعني العالم القديم. ما هو العالم القديم؟ يعني اسيا وافريقيا واوروبا.
يعني دي السبيشيز اللي موجوده في العالم القديم. نيو وورد دي هذه السبيشيز اللي موجوده في امريكا. اوكي يعني في اشمعنى موجوده في اسيا وافريقيا واوروبا بتعمل كلينيكال بيكتشر وليها منظر، وفي امريكا في اشمعنى ثانيه اذر سبيشيز بتعمل اذر كلينيكال بيكتشر. خلاص؟ فتقسيم الاولد وورد والنيو وورد دي معناها العالم القديم والعالم الجديد. انا مش هرصهم ورا بعض كده عشان ما تتخضوش. واحده واحده هنحفظها ونذاكرها مع بعض. هنبتدي بالاولد وورد بيكينيا سبيشاليتيز. كل الليشمانيا قبل ما نتكلم بالاولد وورد بنتكلم على اللايف سايكل. اللايف سايكل بتاع كل الليشمانيا سواء بيكينياس او فيستيفال هي نفس اللايف سايكل اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن جوه الهوست اللي هو الانسان بتبقى موجوده in the form of a mastigote. يبقى موجوده جوه جسمنا على شكل ايه؟ مستجود. And multiply in the form of a mastigote جوه الماكروفيج. مش موجوده غير كده، يعني موجوده جوه جسمنا على شكل ايه؟ ايه مستجود جوه الماكروفيج. تيجي بقى الفيكتور يلخص الانسان دوت العيان فياخد الماكروفيج اللي فيها ايه مستجود. اول ما الايه مستجود تخش جوه الفيكتور فورا تتحول انتو برو ماستيجوت، ويحصل لها مالتيبليكيشن انسايد ذا فيكتور انتو ذا فورم اوف برو ماستيجوت. يجي الفيكتور ده يقرص واحد سليم هيدخله ايه؟ هيدخله برو ماستيجوت. اول ما الاقي نفسه جوه الانسان هيتحول فورا انتو ايه؟ انتو ايه؟ ماستيجوت. يعني اللايف سايكل عباره عن ايه ماستيجوت جوه الانسان وبرو ماستيجوت جوه الفيكتور. Multiply كده جوه الانسان وتمالتيباي ذا فورم اوف برو ماستيجوت ان ذا فيكتور. واضحه؟ ده منظر الفيكتور اللي هي اسمها ساند فلاي او في بوتونز، هتدرسوها بالتفصيل في العام. هي حاجه كده اصغر من الناموسه، يعني الناموسه الصغيره حوالي 2-3 ملم اللنس. تعالوا نشوف بقى الاولد وورد بيكينياس ليشمانيازيس. في الاولد وورد بيكينياس ليشمانيازيس هندرس 3 ليشمانيا. كل ليشمانيا فيهم بتعمل كلينيكال بيكتشر مختلفه عن الثانيه. اول واحده ليشمانيا تروبيكا. نحفظ مع بعض الاسم، هناخد واحده بواحده ونقول شكلها ايه. ليشمانيا تروبيكا. ليشمانيا تروبيكا دي بتبقى كالاتي، بتبقى سنجل نودجول، نودجول واحد عادة في الوش، يبقى سنجل نودجول فين؟ في الوش. بعد وقت يحصل لها ايسوليشن، يبقى النودجول هتتحول الى ايه؟ الى انسر. الانسر ده بيبقى فيه اكزوديت قليل قوي، فعشان كده بيسموها دراي انسر. تاني يبقى ليشمانيا تروبيكا عباره عن نوديول غالبا سنجل وغالبا في الوش، بعد فتره هيحصل له ايسريشن والانسر ده هيبقى اكزوديت فيه قليل قوي، وعشان كده هنسميه دراي انسر. خلاص؟ المنظر ده اسمه الكلينيكال بيكشر بتاعه اسمها اورينتال سور. اورينتال سور. طب ده اول منظر. ايه اللي هيحصل للانسر ده لو ما عالجتوش، لو ما ادتوش اي حاجه في الدنيا وسبت العيان كده؟ هيحصل له ايه؟ بس هتعمل سكار شكله وحش قوي، بس هيحصل ايه؟ ادي حاجه. والحاجه الثانيه الانسان ده عمره ما هيجيله ليشمانيا تروبيكا تاني، يعني هتدي سوليد اميونتي، يعني هيحصل ليه وسكار فورميشن وفي نفس الوقت سوليد ايمج. احفظوا معايا بقى ليشمانيا تروبيكا اهي، نزول واحده في الفيس اهي، شايفينها بقت ألسر هنا برضه نزول. اوكي يبقى خلاص حفظنا
مش معنى الفورمولا عبارة عن ايه؟ 1 مول جول ان ذا فيس هتتحول لأكثر دراي ألسر. اوكي؟ نحفظ اللي بعديها بقى. ليشمانيا ميجور. يبقى تاني واحدة في الأولد وورد ليشمانيا ميجور. ليشمانيا ميجور بقى بتبقى إيه يا ولاد؟ بتبقى في الإيدين أو الرجلين أو في اللينز مش في الوش. يبقى في الإيدين أو الرجلين ده مكان. تاني حاجة بتبقى مالتيبل ميجور وكذا واحدة. تالت حاجة هيحصل لها ألسريشن بس الألسر هنا هيدي إيه؟ تشارج كتير قوي في انزيمات كتير قوي عشان كده بسميها ويت ألسر. يبقى تاني يعني الشمالية مشوا كده عكس الشمالية التروبيكا تمام. تاني هي مكانها فين يا ولاد؟ في اللينز يا إيدين يا رجلين. عددهم إيه؟ حبتان مش سن شوية. وبعدين اللي هيحصل لها ألسريشن والألسر ده هيبقى إيه؟ في اكزيبيت كتير هيبقى اسمه ويت اكسر. تعالوا نتفرج على الصور كده عشان ايه يتحفر في دماغنا منظر البشمانيا ميش. اهي البشمانيا ميش وشايفين شايفين الليشن كذا واحده كذا واحده. وهنا باينه قوي انها عامله اكسر في اكزيبيت كتير قوي اللي هي ويت اكسر. سواء ليشمانيا تروبيكا سواء ليشمانيا ميجور لو سبت العيان في حاله هيحصل له هيلينج وسكار فورميشن. في الاخر هيحصل هيلينج مش هيحصل له اي حاجه. خلاص؟ اوكي. تالت حاجه بقى احنا قلنا ليشمانيا بتاعت الاولد وورد تلاته. احنا خدنا ليشمانيا تروبيكا وخدنا ليشمانيا ميجور وتالت واحده ليشمانيا اثيوبيا. ايه حكايه الليشمانيا اثيوبيكا دي بقى؟ الليشمانيا اثيوبيكا ده هنا الباراسايت بيحصل له مالتيبيكيشن الى ما لا نهايه. يعني ايه؟ يعني هيبقى نجوم جنبها نجوم جنبها نجوم يبقى بقى نجوم نجومات كتير فين؟ في وشه وفي ايده وفي رجله وفي بطنه في كل جسم ما لهاش مكان. يبقى الليشمانيا اثيوبيكا نجوم كتير في الجسم كله. ويتش دونت ألسريت مش هيحصل ألسر أساسا. يبقى عدد كبير من النجوم ومش هيحصل له ألسريشن. شكلها بيبقى عامل زي البروميتاس ليبوس وهوريكوا شكلها. شايفين المنظر؟ نجوم كتير كتير عامله زي الليبوس زي البروميتاس ليبوس. هنا جايه في الوش هنا جايه في الرجلين هنا جايه في الظهر وفي البطن وكل حته. اوكي؟ طيب سببها ايه؟ عشان يحصل ديفيوز كوتينيوس ليشمانيزيس لازم يكون في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه ان الفيروس بتاع البارازايت يكون جامد قوي هو هايلي فيروس. خلاص؟ والحاجه الثانيه ان العيان ده هو بيكون عنده الاميونيتي بتاعته واطيه. فهو هايلي فيرولنت ستريت مع عيان ما عندوش اميونيتي يجي لنا المنظر ده هو الديفيوز كوتينيوس ليشمانيزيس. تمام؟ يبقى تاني قبل ما نخش على النيو وورد الاولد وورد كوتينيوس ليشمانيزيس عندي كام واحده؟ احنا عايزين نسمع مع بعض كده شوف الحفاظ ولا لا. ثلاثه. اول واحده ليشمانيا تروبيكا. مش معنى تروبيكا نوزفها يلا عباره عن ايه؟ نوديول غالبا بتبقى سنجل نوديول وبيحصل لها ألسريشن والألسر ده بيبقى انتيبيتي قليل قوي عشان كده بسميها دراي ألسر. اللي بعده ليش معنى ميجور غالبا مالتيبل ليجن غالبا في الايدين وفي الرجلين بيحصل لها ألسريشن وبتعمل فيها اكزودات كتير عشان كده بسميها ويت ألسر. سواء ليشمانيا ميجور سواء ليشمانيا تروبيكا الاثنين لو سبتهم من غير معالجهم هيحصل هيلينج وسكار فورميشن دي حاجه. والحاجه الثانيه ايه بقى؟ السوليد اميونتي. اوكي؟ الثالث واحده في الاولد وورد كتير ليشمانيزيس هي ليشمانيا اثيوبيا. ليشمانيا
ده البارازايت بيحصل له مالتيبليكيشن الى ما لا نهايه، عمال يحصل له مالتيبليكيشن على طول، يبقى في نودول 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 في كل جسم، بيبقى شبه للبروميتس ليتروزي خلاص، وبيحصل لما يكون الفيروس عالي جامد قوي وفي نفس الوقت العيان ما عندوش اميونيتي. اوكي؟ دول الاولد وورد بيتيريا سيشماليز. نخش بقى على النيو وورد بيتيريا سيشماليز. النيو وورد بيتيريا سيشماليز هندرس اربعه. احنا درسنا هناك ثلاثه، دلوقتي هندرس كمان اربعه. ويز ديفرنت كلينيكال ايج. ايه هم الاربعه دول؟ ليشمانيا، بيروفيانا، بيروفيانا جاي من بيرو، بلد في افريقيا. ليشمانيا برازيليانسيس، ليشمانيا مكسيكانا، وليشمانيا بيفانبا. ما تتخضوش. يعني كده علينا ان احنا ندرس كمان اربعه كلينيكال بيكشر تانيين. الحكايه مش قوي كده. اول واحده ليشمانيا بيروفيانا دي بالظبط 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 زي ليشمانيا تروبيك. بس ده السترين اللي موجود في النيو وورد. يعني بيعمل ديزيز زي ليشمانيا تروبيكا، يعني نودول وغالبا في الفيس وغالبا اكسريل، وهتبقى دراي ايسر زيها بالظبط زي ليشمانيا تروبيكا. بس اللي موجوده في امريكا واسمها ليشمانيا بيريفيا. ذا سيم كلينيكال بيكشر اوف ليشمانيا تروبيكا. ما مش تروبيكا بقى، ما بتعمل عارفينها ده سترين تاني، بيعملوا يعني كلاسيفيكيشن للبارازايت ده ديفرنت سترين، سترين تاني، بس بتعمل ذا سيم كلينيكال بيكشر. اوكي؟ طيب والديزيز بقى لما بتبقى موجوده في امريكا ما بسميهاش اورينتال فور، بسميها قطر. يبقى تاني ليشمانيا تروبيكا عملت الالسر سميته اورينتال فور، ليشمانيا بيروفيانا لما عملت نفس الالسر سميته ايه؟ قطر. خلاص نفس الكلينيكال بيكشر اوف اورينتال فور. فادي اول واحده خلصنا منها. اخر واحده اللي هي ليشمانيا بيفانوا بالظبط 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 زي ليشمانيا اثيوبيا، بس اللي موجوده في امريكا. يعني ايه؟ يعني بتدي ذا سيم كلينيكال بيكشر اوف ليشمانيا اثيوبيا اللي هي ايه؟ البروموتس ليتوس. خلاص؟ يبقى احنا كده الاثنين دول عندنا زيهم. فاضل بقى اثنين جداد تماما اللي هم مين بقى؟ ليشمانيا برازيليانسيس وليشمانيا مكسيكان. نتكلم اول واحده برازيليانسيس اللي هي بتاعت البرازيل دي. دي بتبقى ايه بقى؟ بتبتدي بألسر في السكين اللي جنب ميوكس ممبرين، مش اي سكين. يعني تعالوا ندور كده، احنا فين عندنا سكين جنب ميوكس ممبرين؟ هنا جنب عند بقنا، عند النوز سكين جنب ميوكس ممبرين. فبتبتدي تدور، بتبتدي بألسر في السكين اللي جنب ميوكس ممبرين. خلاص؟ وبعد كده بتعمل سبريد للميوكس ممبرين، يبقى كده بألسر بقى على الميوكس ممبرين. وبعدين كده تعمل سبريد للكارتريج اللي موجود في المنطقه وتعمل له ديستراكشن. واكتر من كده كمان شويه تعمل ديستراكشن للبون اللي موجود في المنطقه. يبقى تاني اشمانيا برازيليانس بتبتدي فين؟ في السكين اللي جنب الميوكس ممبرين، وتروح بعد كده للميوكس ممبرين وتعملها ديستراكشن، وبعد كده تروح للكارتريج وتعمل له ديستراكشن، وممكن تروح للبون وتعمل لها ديستراكشن. شايفين المنظر؟ دي ليشمانيا برازيليانس عملت ديستراكشن للكارتريج بتاع النزل سيكتر. شايفين المنظر؟ هي كانت الاول سكين وراحت على ميوكس ممبرين وعملت ديستراكشن للمنطقه كلها. ادي برضه نفس النظام، ليشمانيا برازيليانسيس ابتدت في السكين وقلبت على ميوكس ممبرين. منظر تاني ليشمانيا برازيليانس اهي نفس المنطقه. هنا بقى انت شايفين حصل له ايه؟ مفيش سيبتم، دي عملت ديسكربشن للسيبتم اللي بين الاثنين مراخيلتين بقوا مسيحين على بعض. شايفين؟ اوكي. يبقى ده ليشمانيا برازيليانس. في بعد كده بقى ليشمانيا مكسيكانا. ليشمانيا مكسيكانا دي بتعمل ما يسمى شيكليرو انسر. اسمه ايه تاني؟ شيكليرو ألسر. شيكليرو دي جايه من كلمه شيكلز. عارفين اللي كان شيكلز؟ هي فعلا جايه من كده. هي بتأفكت مين بقى؟ بتأفكت العمال اللي بيعملوا كوليكشن للدم في الغابات. خلاص؟ فبيحصل ألسر في
هي كده الباراسايت ده بيحب يروح على الحته دي على فده شكله ارسم مكانه مش اي حته ده موجود في الايه البن شايفين الارسم شايفين هنا ايه بقى واكله حته شايفين الحته المنظر ولا مش شايفين الود ناقصه حته شايفينها هو ده لا لا شايف مكان الشعر هذه قلنا هي ماشيه كده كده الحته دي كلها تحت حصل ديستراكشن للجزء من الايه من الايه كاتش خلاص يبقى كان النيو وورد كيوتينيوس ليشمانيزيس كام واحده؟ اربعه ليشمانيا في لوزيانا دي شبه مين؟ شبه الكوميكا بقى بتعمل حاجه بدل ما اسميها اورينتال صوره اسميها تحت ليشمانيا في فانوان دي بالظبط زي مين؟ زي ليشمانيا اثيوبيكا اللي هي بتعمل نيفروبوتس نيفروسي نفس الكاركتش. فاضل اثنين بقى هنذاكرهم اللي هم مين؟ ليشمانيا برازيليانسيس وليشمانيا ميسيكال. ليشمانيا برازيليانسيس تبتدي فين؟ في الاسكين جنب الميوكاس ممبرين. تعمل ألسر في الاسكين والميوكاس ممبرين وتعمل ديستراكشن للكارتريج اللي في المنطقه وديستراكشن للبون اللي في المنطقه. اخر واحده ليشمانيا ميكسيكانا دي بتافكت مين بقى؟ بتافكت الاير كارتيلاج وتعمل لها ديستراكشن وبتافكت الناس اللي هم بيشتغلوا في بيعملوا كونكشن للدم وبيسموها شكليرو اس. واضح الكلام كده؟ يا سلام دايجنوزس ده كلام مهم بقى يا جماعه الكلمه كانت بيكشر مهمه والدايجنوزس مهم بص بقى عشان من الاخر كده من الاخر في كل الباراسايتولوجي تهتموا قوي 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 بالدايجنوزس والكلينيكال بيكشر دول تذاكرهم بذمه وضمير وايه الحاجات اللي ايه؟ ما هو يعني كمان معظم الامتحان بيجي من دايجنوزس والكلينيكال بيكشر فالدايجنوزس احنا متعودين تمام الدايجنوزس بيكون يا اما دايركت دايجنوزس يا اما اندايركت دايجنوزس وما معنى دايركت دايجنوزس ان انا اشوف البارازايت بعينيا اوكي طيب في جروب وهاخد اني سامبل هاخد سامبل من هنا عشان اشوف الارث طبعا بس هنا بقى بنتفقوا على حته معينه قوي ان احنا لازم ناخد من الاتش اوف ذا ارث محدش ياخد من الفلور اوف ذا ارث ليه بقى؟ عشان الفلور اوف ذا ارث بيبقى كله بكتيريا فلو خدته مش هشوف ايه البازل يبقى لازم اخد منين؟ من الاتش اوف ذا ارث اوكي؟ وانا هفرجكم بقى على صوره على فيديو وهما بياخدوا العينه من الاتش عشان ايه؟ ما تنسوهاش يبقى العينه هاخدها من الاتش اوف ذا ارث هفردها هلاقي ايه؟ هلاقي ايه مسجود ولا برو مسجود؟ هلاقي ايه مسجود جوه الماكروفيج صح ممكن اعمل ايه بقى بعد كده كمان؟ ممكن اخد العينه اللي انا خدتها دي اعمل لها كالشر ففي حاله الكالشر الاقي ايه مسكوت يتحول فجاه الى برو مسكوت يعني لو عملت كالشر مش هلاقي ايه مسكوت هلاقي برو مسكوت اوكي؟ ده بالنسبه للدايركت دايجنوزس في عندي بقى حاجه اسمها ان دايركت دايجنوزس اللي هو سيرولوجيكال تيست او سكين تيست، عندنا السكين تيست بقى هو ده مهم والحته دي ركزوا فيها عشان مهم. تيست بنسميه مونت نيجرو تيست. مهم قوي التيست ده عشان هنشوفه كمان شويه مره ثانيه والرسالة مختلفه تماما. ايه هو المونت نيجرو تيست ده؟ ده انا بحضر انتيجين بحضره منين؟ بجيب البروماسيبوت اللي كانت في الكالتشر دهيت وبحضر منها انتيجين. وبحكم العيان ان انا عايز اعرف هو عيان ولا لا. فبلاقي delayed reaction يعني بلاقي inflammation و injuration بعد 48 ساعه at the site of injection. التست ده positive في 95% من الحالات، يعني تست كويس، يعني 95% من الحالات بيديني positive test. ركزوا على الجمله دي كويس قوي عشان هقول عكسها تماما لما اخش على التست مش يا في حاله الكوتينيوس ليشمانيزيس في حاله الكوتينيوس مش عشان ده سؤال ام سي كيو في حاله الكوتينيوس ليشمانيزيس
95% من الحاجات. اوكي نيجي على التريتمنت. التريتمنت يا اما هاتي دواء بالبوك سيستميك تريتمنت، احفظوا اسم واحد بس زي بنتوستان او بنتامدين، اي واحد بس احفظوه. يا اما هعمل لوكال تريتمنت. ايه هو اللوكال تريتمنت بقى؟ يا اما هعمل اكسيجن اوف ذا السر، يا اما هعمل كيوريتش اكحل، يا اما هعمل هوت اند كولد سيرب. ايه حكايه الهوت والكولد سيرب دي؟ يعني اعرض الالسر بتاعي لكمادات سخنه وبعدين كمادات ساقعه، سخن وساقع. ايه الحكمه من الحركه دي؟ بيقول لك الهوت والكولد سيرب دي بتخلي الفاسكيليتشر تنشط في المكان ده، وبما ان الدم ابتدى ينشط بيه في المكان ده هيجيب معاه الاميون ريسبونس اللي متكون كله ويخف بسرعه. في حاجه بقى مهمه بقى، بيقول لك انترفيرون جاما. انترفيرون جاما دي ايه حكايه الانترفيرون جاما؟ الانترفيرون جاما دي حاجة بتخلي الماكروفيج تتجنن. يعني ايه؟ يعني ايه دلوقتي المستوطنين بقى من الليشمانيا داخلة جوه الماكروفيج وعمالة تصنع مالتيبليكيشن، والماكروفيج قاعدة ساكتة كده وسايباها. مش حاجة مش طبيعية. فالانترفيرون جاما يخلي الماكروفيج تصحى وتاخد بالها ان جواها حاجة مش طبيعية، تبقى تتحول إلى اكتيفيتد ماكروفيج وتقوم واكلة الليشمانيا اللي جواها. فالانترفيرون جاما بيعمل كده، بيعمل اكتيفيشن للماكروفيج بحيث ان هي تقدر تنتقم من الماكروفيج من الليشمانيا اللي جواها تاخد. اوكي؟ ده بالنسبه للتريتمنت. الكنترول طبعا احنا الكنترول ما بحاولش احفظه، بحاول اديهم دماغي كده ان انا بعالج البني ادمين على مين. لو كان في اي فيكتور موجود احاول اخلص عليه، اللي هي نحط اللي هي السكرين، عارفين بتحطوا سلك عشان الناموس ما يخشش، بس هنا بحط بقى سلك خرومه اجل عشان السلك بتاع الناموس يسمح للفيبوتوكس انه يخش، فبنحط سلك خرومه اضيق تمنع الفيبوتوكس انها تخش. وفي بيعملوا كمان فاكسينيشن في الانديميك. طب امسكيه بقى كده بسرعه على الدرس ده. يا كده اول درس خلص هنخش على الثاني على طول. يلا بنتوا اللي هتبعوا في مشاكل. فور دايجنوزيس اوف كيوتينيوس ليشمانيزيس. بايوبسي از بيتر تيكن فروم ذا بيس اوف ذا اكسر، ذا ايدج اوف ذا اكسر، سكين اراوند ذا اكسر، ليك نو دريننج ذا اكسر. If Leishmania tropica ulcer is left without treatment, the following occur. Spread occur to the mucous membrane. Ulcer heals, leaving a disfiguring scar. Spread occur eroding cartilage. Ulcer heals, leaving no trace behind. B. اختارت مين؟ B. B. صح. Skin test used in diagnosis of cutaneous leishmaniasis give an immediate reaction in more than 95% of cases, is negative during infection and positive after treatment, is negative in 95% of cases, give a delayed reaction in more than 95% of cases. D. كده كيوتينيوس ليشمانيزيس فيرسس. قبل ما نخش على الجسم بنتفرج على شويه فيديوهات كده تفرفش وبعدين نخش على Thank you.
خالص، مش هياخد من البيز ولا لازم ياخد منين، من اتش. هتشوفوا هياخد ازاي. من الاتش اوسايز. يبقى مش هتتنسي ابدا ان احنا بناخد العينه منين؟ من الاتش قفزه عالسه. حد بقى ينسى المعلومه دي كفايه عشان كمل. هو لسه Yeah.
يبقى
واحد تاني بيقول نهر واحد لكل الريتيكولوكسيلا سيستم، ومن ضمنها الريتيكولوكسيلا سيستم الموجود في البلمر، ونتيجه كده هيحصل لي فان سايتوكين. اقول انا كمان صباح الخير صباح الخير تاني. اول حاجه بتحصل ايه؟ صحصحه كالكوع مكان البايت، بعد كده هتمشي فين؟ في البلد. هتحصل ايه؟ فيبر. بعد الفيبر هيحصل ايه بعد كده؟ هتتداخل في الريتيكولوكسيليا سيستم اور اوفر ذا بودي، فهيحصل ليفر هيكبر، سبلين هيكبر، ليمف نود هتكبر، الريتيكولوكسيليا سيستم الموجود في البول مارو هيكبر، فده هيكون نتيجته ان اللافورمينج سيل مش هيبقى فيه مكان ليها، فيحصل فان سايتوكينيا. هيحصل برضو الريتيكولوكسيليا سيستم الموجود في الانتستن هيكبر، ويكون نتيجه كده دايريا او ديسنتري. بيحصل حاجه ثانيه اسمها ريفرس البومين جلوبولين ريشيو. ايه حكايتها دي بقى؟ الانسان الطبيعي البروتين اللي جواه حوالي 7 جرام. ايه؟ 4.5 منهم البومين و2.5 منهم جلوبولين. ايه؟ طيب في الديزيز ده بيحصل حاجتين، الالبومين هيقل والجلوبولين هيزيد، بحيث ان الجلوبولين يبقى اكتر من الالبومين، فبيسموها ريفرس يعني اتقلبت، البومين جلوبولين ريشيو، يبقى الالبومين جلوبولين اتقلب، الريشيو اتغير. ايه اللي خلى الالبومين يقل؟ وايه اللي خلى الجلوبولين يزيد؟ الالبومين قل عشان الالبومين ده المصنع بتاعه مين؟ الليفر، الليفر بايظ فمش قادر نعمل قلب. طب الجلوبولين زاد عشان الميلو جلوبولين عماله تتكون. اوكي؟ فنتيجه الميلو جلوبولين الكثيره بتتكون فحصل ريفرس البومين جلوبولين ريش. فهمت؟ فهمت ولا بقول كمان؟ اللي مش فاهم على فكره يا جماعه ارفع ايده في اي وقت، انا ما عنديش مشكله ولا اشيل نار. 4.5 2.5 طبيعي بحس انه كلهم سموا. بيحصل كمان سكين تشينج. وعلى فكره ريشمانيا الدروفاني اللي ليها كذا بتعمل ديزيز اللي هي فيسر ريشمانيز دي ليها كذا اسم بيسموها كلر ازار. ده في الاول خالص. ما يعني ايه كلر ازار؟ كلر ازار دي كلمه هندي معناها بلاك فيفر. يبقى كلر ازار معناها بلاك فيفر. خلاص؟ طيب وبيسموها كمان ضمضم فيفر. ايه حكايه ضمضم دي؟ ضمضم ده اول مكان او المكان اللي فيه حالات كتير قوي، فعشان كده سموها ضمضم فيفر. ضمضم ده مكان. ايه؟ فدي ليها كذا اسم. ايه اللي فكرني بالكلام ده؟ فكرني الكلام ده السكين شينج. ايه السكين شينج اللي بتحصل بقى؟ السكين شينج اللي بتحصل في الفيسرا ريشمانيسيس سكين شينج بتحصل during the disease وسكين شينج بتحصل after the disease. during the disease والعيان عيان كده اهوت بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما يغمى ودي اكتر الحالات تلاقي العيان يغمى حصل له هايبر بيجمنتيشن، ومن هنا التسميه بلاك فيفر، يعني الفيفر اللي بتساوي تخلي الواحد يغمى. فده نتيجه الهايبر بيجمنتيشن، وده غالبا بتحصل عند الناس البيض فيبان ان هم اخضر. يا اما يحصل هايبر بيجمنتيشن، يعني حاجه غريبه، يعني في ناس يحصل لها هايبر بيجمنتيشن وده معظم الناس، وفي ناس بيحصل لها هايبر بيجمنتيشن. وممكن كمان نلاقي بطل فلاي سكين افكشن. بطل فلاي يعني عامله زي الفراشه كده حوالين الوش. ده ماشي. ده السكين ليجن during the disease. After the disease بقى يعني الواحد لما يبتدي بقى في اخر العيب يبتدي يلاقي عنده بطش بيضاء. دي بيجمنتد اريا اللي هوريكم شكلها. يبقى تاني السكين شينج يا اما سكين شينج during the disease يا اما after the disease. during the disease يا يغمى يا يفتح يا بطل فلاي ارينج. after the disease هنلاقي بقع فتح.
الإسرائيليشمانيز دي ده مرض خطير خطير بيموت. يعني كتنس بشمانيز ده شكة ألسر ويوم ما يعمل صفار مش مشكلة، إنما الإسرائيليشمانيز ده من الأمراض القاتلة. طب سبب الوفاة إيه؟ إيه اللي بيموت؟ إنه بيعمل سابريشن من الإميون ريسبونس وخصوصا السيل ميديتد إميون ريسبونس. يبقى بيحصل سابريشن للسيل ميديتد إميون ريسبونس، نتيجة كده هيحصل إيه؟ طبعا سكند انفكشن وممكن يموت فيها. يبقى دي إت إز فيتال ديزيز. حطوا في مخكم إن الإسرائيليشمانيز مش حاجة سهلة، دي حاجة موت. أوكي؟ وسبب الموت إن هو بيكون نتيجة suppression of cell-mediated immune response. نعم. اللي بيحصل التسل فيها التاتش بتكبر ونتيجة إن برضه الكبر عشان ده الريكو ديسيفيت سيستم لكل التسل. فنتيجة كده يا بيعيها ديزل حسب اللي هي سمول التسل أو لارج هو ازاي حصل immune suppression ومن شويه قلنا ان هي زودت الانتي بوديز وزودت السيل ميديتد اميون ريسبونس. انتي بودي ده ايه؟ ده يمور. هي بتعمل سابريشن للسيل ميديتد اميون ريسبونس. اوكي؟ ده المنظر بقى اللي عايزاكم ما تنساهوش. يعني بيسرى الاشمعنيزي على طول يعني باتوسكينو ميجا. الباتوسكينو ميجا اللي هو بروتينسو لما يجيلكوا حالة في الامتحان الباتوسكينو ميجا هي على طول بيسرى الاشمعنيزي لازم تفكروا فيها. شايفين بقى بوست كالا عزار؟ شايفين البوتاش البيضا اللي موجودة؟ ده في اخر العيا بتحصل بوتاش كده. احنا قلنا اثناء العيا يا يجمع يا يفتح انما في اخر العيا هيفتح وسط الازهار ده الاشمعنيزي. دايجنوزس يا ترى الدايجنوزس هيكون ايه؟ عادي دايركت دايجنوزس وايه دايركت دايجنوزس؟ دايركت دايجنوزس يعني اعمل ايه؟ يعني اشوف البارازايت بيعمل ايه؟ طب يا ترى ادور عليه فين؟ احنا كده عارفين اللايف سايكل ومشي فيه. هدور ممكن بلد حلو قوي ممكن بايوبسي من الليفر او السكين او الليفر جميل حاجات او ممكن هرمون اخد عينه من هرمون الحاجات دي كلها احطها على السلايد وافحصها هلاقي ايه مصيبه. بس هنيجي عند البلاد بقى بالذات وهنتكلم عن الدقن شويه عشان بيعملوا حركات زياده شويه. بيعمل حاجه اسمها سي دروب وبيعمل حاجه اسمها بافي كود. لو كلام كده مكتوب هنفهم ايه هو السي دروب وايه هي البافي كود. بالنسبة للسيت دروب انت بتاخد بتشوف العيان اهو وبتاخد منه كام نقطة دم وبتعملهم تجمعهم على بعض وبتعمل سيت دروب. ايه الحكمة ان انا اعمل سيت دروب؟ ان انا بفحص كمية كبيرة قوي من الدم فده زي بدل ما افحص نقطة 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 فبفحص كتير فده زي نوع من انواع الكونسلتيشن. اوكي؟ طب ايه بقى الوافي كود؟ الباثي كود انك بتجيب الدم وبتحطه في سنتريفيوج بتفوته في السنتريفيوج بتلاقي 3 لتر فوق خالص بيبقى فيه البلازما والسيرم تحت خالص بيبقى فيه ار بي سيز وان بتوين بيبقى فيه الباثي كود. اخد انا بقى الباثي كود ده واحطها على السلايد وافحصها الاقي الشكل. هي دي الباثي كود تكنيك ان انا بفوت الدم في السنتريفيوج وماليش دعوه بالحبه اللي فوق ولا ليا دعوه بالحبه اللي تحت. باخد الايه الحبه اللي فوق الحته الشفافه على طول اللي هي البافي كود. ودي الحته ايه الحته دي اللي بيتكون فيها الماكروفيج. الماكروفيج موجوده في الحته دي فباخدها وبفحصها بلاقي الايه مسكوب. اوكي؟ يبقى تاني اول حاجه في الدايت دايجنوزس ان انا ايه قلت هدور وهفحص ايه؟ أول يا إما بلاد يا ليفر يا سبليل وعملنا منها عينة. وقلنا بقى في البلاد بسبب موقف وقفة عشان بتعمل حاجتين إما سيكول يا بافي كود وقلنا هي عبارة عن حاجتين. لا بعد كده ممكن أعمل إيه تاني غير إن أنا أفحص وأحط تحت الميكروسكوب؟ ممكن أعمل كاتش. ولو عملت كاتش هلاقي أي ستيج؟ هلاقي الكروماستيكول. ممكن برضه دايركت إن أنا العينة اللي أخدتها دي أعمل لها أنيمال إنوكيليشن. احقنها اكسبيرمنتال انيمال والاكسبيرمنتال انيمال اللي
ساعتها برو ولا مش هتطلع ساعتها امسي جوت ولا برو مسي جوت في الفار؟ في الهمسه ايه بس؟ برافو. ده الكلام ده كله الدايركت اكزامينيشن. نيجي بقى للاندايركت اكزامينيشن وهنجيب سيره المونتنر بروتست كمان مره وركزوا واصحوا عشان الحته دي مهمه. النايم يصحى، النايم يصحى عشان الحته دي عايزه تركيز. في الكوتينيوس ريشمانيزيس احنا عملنا ايه يا اولاد؟ لما حقنا الانتيجين بتاعنا لقينا ديلي رياكشن بعد 48 ساعه في 95% من الحالات. اوكي؟ طب في الجسم اللي مش منيس بلاقي حاجه غريبه جدا. بلاقي نيجاتيف سكين تيست يتحول الى بوزيتيف بعد شهرين من العلاج. تاني يبقى ايه نتيجه المطلق تيست؟ هنفهمها. ما ادتنيش بوزيتيف تيست، هتديني نيجاتيف. لو علاج هيديني نيجاتيف تيست، وبعد ما اديله العلاج بشهرين النيجاتيف تيست هيتحول الى بوزيتيف تيست. تحب نفهم؟ يقول لك الفيسرا الليشمانيزيس دي بتعمل سبريشن للسيل ميديتد ايمون ريسبونس. والمطلق تيست بيعتمد على السيل ميديتد ايمون ريسبونس ده اللي هي الرياكشن. فطول ما هو عيان وعنده سبريشن للايمون ريسبونس هحقنه مش هيعمل ريسبونس. انما لما خف والايمون ريسبونس بتاعه بقى بدون علاج بعد الايمون ريسبونس بتاعه بقى كويس ابتدى يعمل ريسبونس يبقى بوزيتيف. يبقى النوت نيجو تيست في حاله الفيسيبال ريشمانيسيس يختلف تماما عن النوت نيجو تيست عن الكوتينيوس ريشمانيسيس. في الكوتينيوس ريشمانيسيس كان بوزيتيف في 95% من الحالات. في الفيسيبال ريشمانيسيس تيز نيجاتيف during the disease and become positive 2 months after treatment. واضحة؟ واضحة؟ مين مش فاهم؟ لو كده استفاد ايه بقى؟ ما هو بيطلع بعد ما كده. مش خاص، اوكي؟ عندك حق. دي ما شخصتش، انا قلت نيجاتيف بس عشان ايه؟ ما حدش يتوقع ما يبقى بوزيتيف حتى الفيسر مش هتحس. تبقى عارف ان هو ده هو اساسا عنده سبريشن للسن وتدي له ريسبونس. فهتدي نيجاتيف، اوكي؟ حد مش فاهم الحته دي؟ بس الحته دي مهمه انا اركز فيها. محدش عايز يرفع ايده؟ التريتمنت بقى كلها ادويه بتستعمل في اي اسم منهم بتستعمل بالكالوتين والقلب. يلا اسئله؟ هيباتوسبينوميجا is a clinical presentation in infection with Leishmania dolofani ولا Leishmania tropica ولا Leishmania ولا التميمة استراتيجية. ايه رأيكم؟ Leishmania dolofani صح. على فكرة كل دي أسئلة امتحانات. ها for diagnosing visceral Leishmaniasis culture of liver biopsy specimen بي. الكالشن البين ايه؟ بي. هو بس يقول